هذا وتحدثت والدة أحد شهداء الجيش الوطني الليبي الذي استشهد خلال تحرير بنغازي تحديدا منطقة الصابري، وأشادت بدور ابنها مؤكدة أنه فخر لكل مواطن ليبي أن يستشهد في سبيل وطنه. الحمد لله اللي وصلنا لها الساعة، الحمد لله أن وصلنا لساعة تحرير الصابري، وهذا كان أمل كبير أن تحرر بنغازي بالكامل. وكان وعد لنا أن يوم التحرير يجيب لي أنا ووالدة وقوتها كان أعضائي كامل قيادة العسكرية، والحمد لله إحنا توا مقولة في وفاء لعهده جينا نحن هناه، ولو أن المحور نزل شوي لكن إحنا الحمد لله جينا هناه وفاء للعهد، إن جينا لنفس المكان اللي استشهد فيه ابني، وهذا فخر لي ولعائلته بالكامل، والدة وأخوته.